عبد المجيد بيصلح نفسه، ماجد بيجري بيصلح الماجد بيجري ماجد وقف وقف الماجد وبيعدي ماجد. ضربة جزاء، ضربة جزاء واضحة ومكشوفة. يا سلام، ده دليل على انه الفريق بيلعب بوحدة وبجماعية شديدة. عادي ماجد كمان ممكن ينفرد ويتعدى وكاد انه يلحق الكورة، ولكن شايفين الحارس اهو بيدفوا بيده الاثنين وبيطيحوا. وضربة جزاء في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، والجماهير بدأت ترتاح وتطمن على مستوى فريقها الوطني الأول لكرة القدم. مين حيلعب الضربة؟ ماجد يبدو لي هو اللي حيلعبها. داخل ماجد، يلا يا ماجد، يلا يا ماجد، وجول! هدف الثاني بيحط حارس المرمى كارلوس الزاوية اليسرى وبيحطها على يمينه.